59. قدم نادي بايرن ميونخ الألماني مهاجمه الجديد روبرت ليفاندوفسكي لوسائل الإعلام الأربعاء، وكان النادي البافاري قد اتفق مع المهاجم الدولي البولوني وهداف بوروسيا دورتموند منذ مدة على تقمص ألوان البايرن لأربعة مواسم. ليفاندوفسكي أعرب عن أمله لرفع مستواه وتقديم أفضل ما لديه. صاحب 25 سنة قال إنه حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية في مشواره، مضيفا بالقول: نريد الفوز بالألقاب في بايرن ميونخ، هذا أمر واضح. إنني بحالة جيدة، فقد حظيت بعطلة ممتعة وقمت بشحذ طاقتي من جديد. مدير الكرة في بايرن ميونخ ماتياس سامر أكد أن ناديه لا يتوقع أي معجزات من ليفاندوفسكي، ولكنه يتمتع بكل الصفات وهو مصنوع من نفس المادة التي يصنع منها الأبطال.